في إطار الاحتفال بيوم المرأة العالمية، تم الاحتفاء بالمرأة المصرية في الندوة التي أقامها منتدى بطرس غالي بجريدة الأهرام، كما تم تسليط الضوء على الكثير من الإنجازات الفاعلة للمرأة المصرية. يكفي المرأة فخرا أن الإنسان الوحيد اللي حصل على جائزة نوبل في تخصصين مختلفين هي ميري كوري التي حصلت على جائزة الكيمياء نوبل في الكيمياء سنة 1901، وحصلت عليها في الفيزياء في 1913. بشكر دكتور مجدي الحقيقة جدا انه جمع نماذج في المجتمع تكون عبارة عن نور كده ونجوم في المجتمع. اما بالنسبة للبحث العلمي بنلاقي ان 50% ممن تعملنا في البحث العلمي هم سيدات. تفوقت المرأة المصرية وأبدعت في مجالات عديدة، منها المجال النووي الذي اقتحمته بنجاح وتميز منذ أكثر من 50 عاما. مصر عندها مفاعلين نوويين للأبحاث، وفي المحطة النووية في الضبعة، فطبعا ان هو ان المفاعلات دي تشتغل بصوره امنه، وان يكون في جهه او في ناس تقدر تتحقق من ان هذه المنشات بتشتغل بطريقه امنه لا تضر بالبيئه ولا بالانسان، فده طبعا شيء اساسي مهم جدا. تشغل المراه المصريه عددا من المناصب المهمه، حيث تلعب فيها دورا مؤثرا في التنميه بكافه جوانبها. تخصصي كأستاذ علم اجتماع بمركز بحوث صحراء بيشجعني جدا ان انا اخش في المسافات البينية بين العلوم كلها، فعلم الاقتصاد وعلم الاجتماع يجب ان يكونوا موجودين في كل الانشطة اللي موجودة. تظل المرأة المصرية داعما وفاعلا لا يستهان به منذ فجر التاريخ وحتى الان، تثبت مع الايام ان دورها يزداد قيمة بمرور الزمان. في إطار الاحتفال بيوم المرأة العالمية، تم تكريم عدد من السيدات كنماذج ناجحة للمرأة المصرية في مختلف التخصصات والمجالات باعتبارها شريك رئيسي في تقدم الوطن وتعزيز مكانته. من مقر انعقاد الندوة بجريدة الأهرام، نشوى صالح، النيل للأخبار.